أخيراً أغلق الأهلي ملف صفقة المهاجم بضم الفرنسي أنتوني موديست، وكل جماهير الأهلي منتظرة موسم مختلف لهجوم الفريق، بس بعيد عن الكورة والإضافة الفنية المنتظرة لمهاجم الأهلي الجديد، في لقطتين بارزتين في حياة موديست. أنتوني هو نجل المدافع الفرنسي السابق جي موديست. جي موديست لعب بأميس سانتيتيان مباراة واحدة فقط في الدوري الفرنسي. والده المولود في 18 سبتمبر 1954 وتوفي عام 2018، وبعدها بثلاث سنوات وفي الجولة الخامسة لموسم 2021-2022 كان موديست هو مهاجم كولن أمام لايبزيج، ونجح في تسجيل هدف فريقه قبل توقف احتفاله بسبب مراجعة الحكم للهدف في تقنية الفيديو، وبعد لحظات ترقب عاد الحكم واحتسب الهدف. انفجرت دموع موديست وسط معانقة زملائه، وكان سبب انهياره إن هذا اليوم يوافق ذكرى ميلاد والده. اللقطة الثانية في أبريل 2022، أحال الاتحاد الألماني لكرة القدم موديست إلى التحقيق بسبب احتفاله أمام أرمينيا بيليفيلد. الاحتفال لم يكن غير لائق، ولكن موديست بعد تسجيله الهدف قام بتوزيع عينات مجانية من منتجه الخاص للقهوة، وبعد المباراة أكمل ما بدأه بإهداء عينات من البن للجماهير والمصورين. موديست علق على الواقعة وقال: كانت لفتة شكر بسيطة للجماهير وعفوية يدعموني دائما، وبما أنني لست قادرا على منحهم قميصي فمنحتهم قهوة، ولم تكن خطوة دعائية إطلاقا. وأعلن الاتحاد الألماني وقتها تحذير موديست من تكرار تصرف مشابه مستقبلاً.